الله يمسيكم بأنوار النبي صلى الله عليه وسلم، أهل ملتي وعشيرتي، أنقص لك أنت. باسم حق التعبير وحرية الرأي، باسم أصحاب الضمير، باسم الإنسانية، وباسم أصحاب العقول الراقية، أتوجه اليوم بمناشدة كل الأطراف المعنية بما يجري الآن من مشاكل صوتية على صعيد مشاكلنا الداخلية. وبداية أنا أصغر واحد فيكن، واللي بيصير عليكن بيصير عليه بيصير على كل ملتنا. أمنيتي من الخال أبو منير علي خان والخال أبو عبد ميري أن يتحلوا بالصبر والعقل لحل مشاكلنا بروح رياضية. وطالب الجميع أصحاب الضمير ولمرة واحدة في مجتمعنا أن يتدخلوا لتهدئة الوضع المحرج، لأنه صمتكم غير مقبول، سكوتكم منه مقبول. على الجميع تحمل المسؤولية، لأنه النار رح تحرق الجميع، وساعتها لن ينفعكم الندم، وكلمة يا ريت عمرها ما عمر بيت. أما بالنسبة لفتح ملفات مؤلمة لن تجرنا إلا للخراب. يجب على الجميع أن يكونوا مع بعض على الحلوة والمرة وإيد وحدة. إذا هيك بدنا نبلش بهالعصر نلوم بعضنا، أحد مننا ما رح يسلم. خلوا للصلح مطرح وخلوا باب الحوار مفتوح. العالم كله عم تسمع الأصوات، وهالشي مو يليق لنا نحن كعشيرة وكملة كبيرة. كل ما يذكرنا بالماضي هو جرح كبير لنا ولأجيالنا. بتمنى من الجميع التحلي بالرحمن وبالصبر. إذا لأول مرة بلشنا بمبادرة لمساعدة أهلنا أنقص كانوا بهالوضع الصعب يلي عم بتمر فيه كل الشعوب، وإذا بأول خطوة إيجابية قمتم فيها ومشكورين عليها، ومشكور كل من ساهم بالمساعدة لأهلنا أنقص كانوا، بالمساعدة المالية، بالمساعدة الغذائية، بأشي كان، هاي مشكورين عليها. لكن إذا بلشنا هيك ونقوم لبعضنا بمشاكل، هاي كله غير مقبول. ولكن ما هو غير مقبول بأن تقع علينا كل المشاكل اللي عم نشهدها السعني. بتمنى من الجميع التدخل لحلحلة الموضوع بعقلانية وبحكمة وبتفكير راقي يسلم منه كل الأطراف. حطوا ببالكن انه عود كبريت واحد بيحرق غابة، بمعنى والكلام للجميع بانه لا يزتون حطب على النار. كلتنا اخوة، ونحن بنفتخر فيكن كقدوة بين المجتمعات الاخرى. نحن بنفتخر فيكن، بس لما بنسمعك يا اصوات عم جد كتير مزعجي، وانت قدوتنا قدام المجتمعات الاخرى. بنتمنى من الجميع التحلي بالصبر. أما حكمة اليوم بالنهاية وهي البداية، كونوا على الزمن رفقة، ولا تخلون القلوب تقسى، ولا تخلون القلوب تقسى. كان معك يوسف سمو أبو بلال من ألمانيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا النداء للجميع ولكل الإخوة ولكل العشيرة ولكل الملة.